السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله ارتأيت باش نعمل لكم واحد الفيديو على مشكل ديال تعفن ساق الأشجار، خاصة شجر الرمان. المشكل هذا كيكون راجع إما للسقي، يعني السقي بالتنقيط كيوضع القطور قريب من الجذع، أو إصابة بأمراض فطرية كيوقع مشكل ديال تعفن الجذع كيف ما الساق كيف ما قلت لكم. لاحظوا معايا التعفن ديال الساق. إذا كيفاش غنقوموا بالعلاج ديالو؟ إن شاء الله غادي نوريكم الطريقة كيفاش. لاحظوا معايا، شوف التعفن، وهذا يسبب في موت الشجرة إلا ما تعالش. ما تعالش الشجرة تموت، لأن ما كيبقاش يصعد الماء والغذاء إلى أعلى الشجرة. كيف كتلاحظوا الشجرة هي انطلقت يعني نموات جديدة، ولكن ماشي بديك الكيفية كيف ماشية الأخوات ديالها، كيف ماشية الأخوات ديالها. غنوريكم واحدة بواحدة. الأمور اللي كنحتاجو هي زيت نباتي كيف كتلاحظوا، اما زيت نوار الشمس او زيت الصوجة او زيت الذرة او زيت نباتي، كأس ديال زيت نباتي، وكبريتات النحاس. كبريتات النحاس معروفة عند الجميع، فيها التركيز، اما التركيز النحاس كيكون 50-50 او 20 او 80. يستحسن استعمال 80، تركيز نحاس 80 هو هذا. ونقوم بالمس ديالو، نقوم بمسجه هنا في هذا القنينة. نضع كأس الزيت كيف كتلاحظوا هكذا، ثم ملعقتين كبريتات النحاس كيف كتلاحظوا، ملعقتين، ثم نخلطه جيدا هكذا. قم بخلطه جيدا كما تلاحظون حتى يصبح سائل ممزوج مع بعضه. وبعد ذلك ننظف الجذع جيدا كذا كيف كتلاحظوا، كيف كتلاحظوا شوفوا معايا الجذع، يعني تعفنات وهذا المرض الفطري أصاب حتى هاد الجذور الرئيسية ديالو. لاحظوا معايا كيفاش أصبحت. الآن حنايا غادي حاولنا يعني بينا الجذور اللي مصابة والجذع، قمنا بالتنظيف ديالو، والآن سنقوم بطلائه بمادة كبريتات النحاس تركيز 80% مع زيت نباتي. نتمنى من الله سبحانه وتعالى العملية تتم بنجاح إن شاء الله.
إذا نقوم بالطلع. نحاول يعني طلع جميع الأماكن المصابة. نواصل كتلاحظوا نحاولوا ما امكن يعني نركز على المكان المصاب. هذه العملية مجربة وعطت نتائج ايجابية، يعني الانسان اللي عنده مشكل وفي الغالب كتصاب الاشجار بهذا الامر هذا، لكن الانسان يتعامل معها بهذه الكيفية هذه. بعد الانتهاء نقوم بتغطية الجذور، هذوك اللي كشفنا عليهم المصابة، التغطية ديالهم هكذا. الله ولي التوفيق، ان شاء الله اتابعوا هذه الشجرة حتى تشوفوها ان شاء الله تشافات باذن الله تعالى. كان مشكلة في القناة، كنت درت واحد الفيديو ديال مشكل ديال حافر الانفاق او حافر الساق على حساب كل واحد كما، او السوسة كل واحد كيفاش كيسميه، والشجرة كتقطعتها. انا نوريكم كيفاش دابا النموات الجديدة، او ما النموات الجديدة ما شاء الله. خليناها تكبروا شويه شدوا في راسهم، وغادي نحاولوا نقلموهم، نخليو اثنين ولا ثلاثه، وان شاء الله الامور ماشيه مزيان. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم.